Hello guys, welcome back to my channel اللي جديدة هنا من هسه سووا سبسكرايب سبسكرايب right here واذا تحبون هذا الفيديو سووا thumbs up. اليوم راح اخذكم وياي فلوج فاني قعدت الصبح سويت اكسرسايزز مالتي شربت او اكلت سموذي ما ادري انتم ايش تريدون تقولون. صبحت سويت مكياجي بسرعه وهسه قاعد اريد اسوي شعري. طبعا باكر عندي قصه شعر تقريبا هالقد راح اقص من شعري ما ادري اشوف ايش قد تعبان من عنده واقصه لان اخر مره قصيته اصور نهايه الشهر الثالث. خلي ابلش اسوي وياكم شعري لان وراها اريد اكل. شوفت لكم انا شلون من اسوي شعري وتركيز وهيجي شيء. طبعا اقدر اعوف شعري طبيعي بس ما عاجبني ما ادري مودي دا يقول لي انه سوي شعرك حتى لو انا اعرف راح اقصه باكر راح يتبلل وكل الشغل اللي راح اسويه هسه راح يروح بس مودي دا يقول لي سوي شعرك فاني راح اسوي شعري. اشتريت هذولي القراصات من شين. I love them صدق عبالك ما الصالون اسمهم توني اند جاي ما ادري ليش بس انا اصور اشتريتهم من شين مدا كذب عليكم اي اصور يا صار كلش فتره طويله من اشتريتها نسيت من اي موقع اشتريتهم بس ما ادري حبيتهم احسهم صالونات. والستريتنر هم راح اكتب لكم اسمها لان دائما تسالوني عن اسمها فراح اكتب لكم اسمها هنا. هاي ستريتنر اعشقها صار لي يمكن 3 سنين عليها واذا راح اجددها واروح على غير ستريتنر راح تكون نفس الشيء بس الموديل الجديد. هالطريقه اللي اسوي بيها شعري جايز يو نو وات تو دو. ايس كوم من عندكم سألوني على اظافيري اللي كنت حاطتها الاسبوع الفات من شان لونها شويه ازرق فاتح ما ادري هسه اني ان بلو زون ويا الحمام. لا بس سيريسلي سألوني اي اظافيري حقيقيه هاي مثل هاي اظافيري حقيقيه كانت بس اللي سوت لي اظافيري سوت الصبغ كلش تخين عبالك كليركس وعبالك فيك نيلز. طبعا هي ورا اسبوع واحد من عندهم انفطر واني شلتهم كليتهم وهذا انا مسويته هذا الصبغ واظافيري حقيقيه بس يراد له تعديل لان هذا الصبغ طوله اسبوع صار له اسبوع على اظافيري. الفيديو مخصص بس للشعر شعري كان لهنا جايز وورا يمكن اني قاصه شعري 3 مرات 4 وشون يطول شعري صدقوني ما احط لا ماسكات لا اخذ حبوب لا اخذ اي شيء دايت ورياضه. قبل ما كان هيجي من كان الدايت مالتي مو كلش كلين وما كنت العب رياضه ما كان شعري هيج حتى اظافيري ما كانت هيج حتى بشرتي ما كانت هيج. سي هلو طلع هنا شعر قد حلو مرتب باكر شويه راح يكسر يمكن يصغر لهنا. تابعوني على الانستغرام حتى تعرفون لان انا مسوي كوما فيديوهات بالصالون ما ردت اسوي مره ثانيه واحد بالصالون. هاي الجهه اللي هسه راح اسويه هاي الجهه اللي صارت اشوفكم مره ما اخلص هاي. خلصت شعري هسه بس احط شويه من هذا الواي اويل طبعا مو الا تخضوه بس انا عندي عاده انه اخذ الاويل ما ادري ليش هذا احط بس على الاطراف طبعا هذا الاويل اقدر احطه على جسمي هم فدا احطه شويه على جسمي هيجي يعطي لمعه حلوه عبالك واحد برش. واو مكتوب عليه hair and body oil واو يعطي لمعة حلوة هيجي لمعة طبيعية كلش اللي يعطيها على الجسم فكلش حبيتها. فاجينا نشرب قهوة انا وعلي لان ما شربنا قهوة اليوم مثل ما قلت لكم. عجبنا ناكل شوية حلويات صرنا كل شوية ما ماكلين. يا؟ باهي مخلص ايس كريم صراحة. انت مخلص ايس كريم. انا ابد ما اكل ايس كريم. طلع يدلع نفسه؟ اي صانع هواي ما طلع عين. I have my mask. اي انت ليش لما تروح اماكن السفر بدون الماسك ما افتهم؟ انا عندي ماسك هو الماسك مالته بالسيارة فراح نرجع. الخطوات اللي مشيناها راح نرجعها. خلاص هاي خلصنا باي. Showing it up. Okay, وصلنا. راح نشرب هنا قهوة. You're welcome. الله. ما أحب أصور أنا.
ليش ما تحب تصور؟ في الأكبر تعرف هاي الحركة مال تيك توك؟ هي الحركة صارت من تيك توك. ما عندي يعني تيك توك. عايش تاخذ هاي الحلويات؟ شنو راح تاخذ؟ هاي ايش الماتشات كلها طيبه يا اما ترمسو يا اما تشيز كيك رايت انا ما اكل هواي انا بصراحه اكل لقمتين ثلاثه خلاص يعني ناخذ التشيز كيك ما علي بعد التشيز كيك لو ترمسو هو اثنيناتهم يحبهم بس من قلت انا راح اكل قال خلينا ناخذ التشيز كيك لان اكبر مو صح قلت لقمتين فلقمه الباقي علي راح يحاسبني على اللقمه خلينا نقعد هنا ماي غازي جايز تابا تشيكو عندهم رايه كلش حلوه فاخذت فيها صور خلصتي يعني كنتي يوم شيء انا خلصتها وياك انا كل وحده بعد جايز طبعا رجعنا للبيت هسه اريد اغسل الفرج مالتي مال المكياج لان اليوم انا بدي احط مكياجي قلت صار لي هواي ما غسلتهم يمكن صار لي ثلاث اسابيع فيراد لي اغسلهم سو راح ناخذ الفرج مالتي هذولي ننظفهم ميك شور انه كل الفرج مالتي هنا طبعا قبل كنت استخدم هذا الجهاز اللي هيجي يلفلفهم بس وراها بصراحه استكشفت اكو طريقه كل شويه اسرع ننزع المحابس جبت الكرسي حتى اكون شويه ناصيه وتشوفون كل شيء هاي طبعا هذا السيليكون بتشوفون هذا السيليكون اغسله هسه بمي حار ودائما احب ارش عليه شويه الكحول ان كيس اكو عليه اشياء مثلا جراثيم هيجي شيء حتى ما تنتقل على الفرج مالتي وبنفس الوقت يكون فتشي كلش نظيف فارش شويه الكحول عليه واغسله اغسل الكحول بيكون نظيف طبعا اني استخدم هذا الصابون اللي هو من دوف عادي اغسل بيه الفرج مالتي لان كلش سموث وريحته كلش طيبه وصدق يوخر كل المكياج باعوا هذه كوما تكستشر فاول شيء ابلل مالتي الفرشه واستخدم او هيك اسوي وراها هيك بشوفون ابقى هيك اسوي اخذ بعد طبعا من الصابون باعوه يصير ابيض وما بي اي لون ما بي اي برودكت معناها الفرشه صارت نظيفه باعوا هاي الجهه شلون بيضه وباعوا هاي الجهه باعوا هاي بصراحه شفتها اسرع طريقه تنظفون بيها الفرج اسرع طريقه واسهل طريقه واصرف طريقين اجيب طاوله ابيض صغيروني واحط عليها الفرج اتوقع الدوف الصابون مالتهم بي ميك اب ريموفر لان صدق يروح كل شيء وبسرعه كتبولي بالكومنت انتو شنو اسرع طريقه تنظفون بيها الفرج مالتكم مال المكياج انا بصراحه شفت انه هاي اسرع طريقه لان هيك شويه اكورد ما تشوفوني كلي ف راح اشوفكم من المراية خلصنا الفرج صارت كلها نظيفه رجعت اللونها الحقيقي طبعا هسه بس انظف المنطقه لان من انظف الفرج مرات يطفر بكل مكان فاتاكد ان المنطقه نظيفه انصح كل بنيه تمسح مكياجها وتوسخ مالتها المرايه حطي خاوي مخصص التنظيف الحمام خاصه هاي المنطقه ودائما بالاسبوع مره اغسله ويبقى هو هذا الخاوي مال التنظيف That's it شلون جعت أنا موت. أنت إيش راح تأكل؟ أنا ما. عندنا بوتيتوس. جيبي. هذا اللي راح آكله.
عندنا هنا حمص، هذا الفلفل ده تشوفوه يكون فلفل حلو صغار، سويت بابرز، هذا وراح اكل وياه حمص. كلش طيب، كلش كلش طيب. لا ما تحبه؟ بدي لحمه. هسه نغسل الكرز ومزبز بالكرز. تو ماتش كرز. كرز. That's it. اروح اكل كرز. اوكي جايز فاينالي هسه راح يصير عندي وقت امسح اظافيري وانظفهم واشغل امسحهم وياكم. طبعا انا دائما استخدم 100% اسيتون لان الصدق بسرعه يشيل اللون بطريقه مو طبيعيه. That's it جايز، انا هسه راح اشتغل على اظافيري. هسه دا امسح لون طوخ فعاجبني اسوي لون فاتح. هسه ايدي كلش راتشد. anyway جايز انا تارك الاسيتون ويقولون الاسيتون يطير. anyway yeah guys اذا حبيت هذا الفيديو وتونستوا وياي don't forget to سووا thumbs up سووا لايك للفيديو واللي بعد ما مسوي سبسكرايب don't forget to subscribe هنا. وانا احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه.